بالمناسبة هذه معلومة للرجال، طالما احنا نتكلم عن فهم الرجال، في فرق في التعارف بين الرجل والمرأة، انتبهوا في فرق. يعني المرأة ممكن تتعامل مع رجل من بوابة الصداقة، المرأة ما عندها مشكلة بهذا، وتقدر تحافظ على هالمستوى وهالمساحة حتى لو 10 15 سنة ما عندها مشكلة. الرجل ما يقدر. يعني الرجل مفهوم الصداقة عنده ما يقدر يحافظ على المسافة، أو صعب عليه يحافظ. يمكن يحافظ، أو بعض الرجال يحافظون، بس صعب مو سهل، لأن الرجل دائما يحب يتقدم. يمكن يبدي علاقة صداقة مع فتاة وبنية حسنة، بس شوي 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 يبدي يتحرك هرمون الذكورة عنده، يصير لا يعني يبي يلمس، يبي يحضن، يبي يسوي شيء. ما يقدر يستمر صداقة وكذي كله يتكلمون وبينهم مسافة متر مترين، سنة سنتين، ما الرجل ما يستطيع. المرأة تستطيع، عندها القدرة، الرجل ما يقدر. الرجل لازم يلمس، لازم يبوس، لازم يحضن، لازم يعني ما. أما كذي يقعد بس صداقة صداقة، والله بالخير والله بالخير والسلام عليكم مع السلامة. الرجل طبيعته مقدام. المرأة لا، المرأة ما عندها مشكلة أن تكون في صداقة بينها وبين الرجل، وتحافظ على المسافة، وتقدر تحافظ على المسافة.